بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد الحمد لله الذي أحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة عرشه ومنه وفضله وكرمه، وبعد الصلاة والسلام على أول خلق الله وخير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعزائي المشاهدين، بداية بنعتذر عن عدم تقديم الحلقة من البرنامج في الأسبوع الفائت لظروف نسأل الله سبحانه وتعالى ألا تتكرر. وما زلنا مع برنامجكم بين الشريعة والقانون، اللي في عجالة بنؤكد في أوائل كل حلقة على طبيعة البرنامج أنه يتناول القانون والشريعة ومدى الاتفاق ومدى الاختلاف بين الأمرين. والحمد لله ما فيش خلاف يعني كبير بين الشريعة والقانون. القانون المدني مشتق من الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يبقى أي كتابة زي ما قلت لحضرتكم قبل كده تصلح لأن تكون إثبات للدين، أي كتابة، يبقى الإيصال أمانة، الشيك، الكمبيالة تحت هذه الآية الكريمة تصلح. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. يبقى شؤون الدنيا نقننها نظبط، يبقى تحت الشريعة. قوانين الأحوال الشخصية طبعا من مواريث وزواج وطلاق، طبعا ده شريعة صرف ليس في أي تدخل، بس بتاخد الرأي الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان. قانون العمل، قانون الطيران، قانون العلاقات الدولية، كله في القرآن. بس القرآن عشان هو فعلا صالح لكل زمان ومكان، كتاب الوحيد الذي حفظ وحفظه الله، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، يصلح لكل زمان ومكان لتلك المرونة وتلك القواعد العمومية التي عالج بها الحق جلت قدرته أمور المعاملات بين العباد. حلقات المواريث اللي اتكلمنا فيها يعني برضو وجدت فيها يعني الناس مقبلة تسمع الكلام، وناس بتمنع تطبيق شرع ربنا فيما يخص الميراث، يا بجهل يا بقصد. يعني جاهل دي مصيبة، بقصد فالمصيبة مصيبتين، لأنك بتغير فيما أمر به الله. قلت وأؤكد مرة تانية، الله سبحانه وتعالى لم ينظم أمر في المعاملات. قلت لكم إن خلاص ربنا نازل قواعد عامة مرنة في المواريث، قواعد صارمة حددها الله سبحانه وتعالى بالأنصبة وأصحاب العصبات، لا يخرج عنها أبداً. اللي خلقني قال كده، طلب كده، تيجي انت بقى تزود تنقص تمنع البنات او تمنع مش عارف ايه، اصل ارضنا وارض العالم تخرجش بره، والكلام الفارغ ده كله كلام والله هتسأل عنه امام الله سبحانه وتعالى. القادر قال كده. فجات لي مكالمات كتيره جدا من ناس كله مش عايز يدي موريس، خد واستحل الامر، والبالي عايز يعدل ومستخسر في اخته، او اصلا يروح لجوز اختي اللي هو الغريب. انت مالك، انت مالك هتعدل على الله سبحانه وتعالى؟ هو امر بذلك. طيب، في موضوع او في قانون وجدت ان من الواجب عليا ان انا اوضحه لحضراتكم، لاني برضو لقيت العامة واخواننا واولادنا والناس البسيطة وقعت في مشكلة وهي لا تعلم أو لا تدري. يمكن ساعتك شفت على الشاشة اللي بؤكد برضو على أرقامي وعلى العنوان، اللي محتاج أي استفسار أي مشورة يكلمنا، لو ما تحش لفر حاجة يكلمنا، والله بنستقبل كل اتصالات يعني طول اليوم. طيب، هتلاقي قانون الأسلحة والذخائر بين الشريعة والقانون. هي الشريعة برضو اتكلمت عن الأسلحة والذخائر وقالت الكلام ده كله ونظمتها، أيوة الشريعة قالت كده،
ونظمت الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم مبارك عليه قال في حديث فيما معناه اللي هو من أشار لأخيه أو صديقه بحديدة أو خشبة، شوف حديدة أو خشبة، وحتى لو على سبيل المزاح، يعني في إيده خشبة أو حديدة بيهزر مع صاحبه، شوف هزار بيهرج معاه، النبي قال تظل تلعنه الملائكة حتى يضع خشبته أو حديدته، والأمر لم يخرج عن كونه بيهرج معاه. ليه رسول الله؟ قال لك الشيطان قد يعني ينزغ يده وبيهزر مش عارف ايه والكلام ده كله، مش واخد باله فيضربه ومش واخد باله ما يقصدش فيقع ما حرم الله. يبقى تظل تلعنه الملائكة حتى يضع خشبته وهو بيهزر وهو ما يقصدش، ده بيهزر مع اخوه او صديقه. طب ما بالك لو كان الامر بقى متعمد، ما بالك لو كان في ايده هذا الشيء بالسلاح بأي أمر وبيضرب بيه عمد أو بيرهب بيه الناس أو بيقتل بيه نفس بغير حق. والموضوع ده هيبقى النهاردة ويمكن الحلقات القادمة سنتناول موضوع شائك جدا لإخواننا في الصعيد، يعني هيجي حينه إن شاء الله. طيب الجماعات الإرهابية اللي قلنا حرموا علينا العيشة طوروا كل شيء يا أخوانا، طوروا كل شيء في فترة هرج أو فيما يسمى 25 يناير. 25 يناير الكارثة اللي وقعت في مصر، الناس في المرحلة دي طوروا كل أنواع الأسلحة حتى لعب الأطفال، مسدسات الصوت عشان يكون في إيده سلاح ويرهب به عباد الله أو يرتكب به أي جرم. الدولة معذورة بتحافظ على الأرواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه قال لهدم الكعبة. شو الكعبة بالنسبة لنا كمسلمين عزيزة وغالية إزاي؟ قال لهدم الكعبة، في معنى الحديث لهدم الكعبة عند الله أهون من أن تقتل نفس بغير حق. وقال نفس، والنفس على إطلاقها مسلم غير مسلم أي حد، لأن كله خلق الله، لأن ربنا لما كرم بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، تكريم بني آدم كلهم فيش فرق. فالناس دي ضيقوا علينا حتى من ضمن التضييق في الأمور اللي كنا بناخدها في تسلية. عايز أحذر إخواننا من أمر خطير، وبالذات في الأعياد والموالد والكلام ده كله، ولازم إحنا يعني ننصاع لهذا الأمر، لأن في خطورة على الناس وفي إرهاب للناس وفي ترويع للناس، أو تصيبه أو تعمل له عاهة أو يفقد حياته بأمر ملوش بحاجة كانت متداولة بينا. مسدسات الصوت يا أخوانا بقى ممنوع حملها إلا بترخيص، ممنوع حملها إلا بترخيص. مسدسات ضغط الهواء وبنادق ضغط الهواء والغاز، ضغط الهواء والغاز اللي هي في الموالد يا أخوانا اللي بيحط بومب أو بتاعه ويضرب، دي بقت كمان محظورة. شوفوا عملوا فينا ايه تلك الجماعات، كان امر مش في دماغ حد، لكن لا سامحهم الله، خدوا الحاجات دي طوروها وزبقوا عشان يرهب الناس خلاص. فالدوله بتحمي الناس، مش عايزه حد يكون في له سلاح خده طوره او وداه لحد عمل فيه حاجه عشان يضرب ويقتل. فالقانون ده اسمه قانون 5 لسنة 2019، عدل قانون الأسلحة والذخائر اللي هو رقم 394 لسنة 54. يعني قانون الأسلحة والذخائر اللي كان بينظم حيازتها وتجارتها اسمه قانون 394 لسنة 1954، ده القانون. وأتى عليه عدة تعديلات
وبخاصة في الآونة الأخيرة بعد 25 يناير. حط تعديلات، التعديلات اللي حطها قد يكون عند ابنك بندقية صيد، مسدس صيد. ومعانا اخوانا اول اتصال، استاذ عصام من سوهاج. اتفضل استاذ عصام. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام حبيبي. وعليكم السلام. اتفضل. انا عصام حضرتك بتاع التنظيم والاداره، الكلام حضرتك. ايوه استاذ عصام، ازيك؟ عامل ايه؟ طمنا عليك. الله يخليك يا باشا، كل سنه طيب حضرتك. وبشرك حبيبي خير ان شاء الله باذن الله، ربنا مستعان. وبداوا فعلا يا عصام يدبروا لكم الدرجه المرتبات على الدرجات الماليه، يعني بداوا يدبروا لكم الدرجات. يعني ان شاء الله نسمع خير قريب ان شاء الله. لا ده الحلقه الجايه ان شاء الله تكلمنا ونكون بنبارك لك باذن الله ان شاء الله. ماشي يا باشا، ماشي. لان زي ما قلت لك كده يا حبيبي، وسالنا وعرفنا وفي تنظيم الاداره هم كل قصه انه مرشحين، لكن لازم يوفر درجات ماليه. عشان انا بقالي سنه ونص حضرتك، زي ما كلمت حضرتك بقالي سنه ونص وسنتين يا عصام، بس المهم ان شاء الله ربنا يوفق في الاخر، يعني يوفق وتعين على درجه. فان شاء الله بنبارك لك مقدما وربنا المستعان ان شاء الله. زي ما عدنا. ماشي عصام، تأمر بأي أوامر تحت أمرك حبيبي. جزاك الله خير. وجزاك الله يصلح حالك. برضو زي ما عدناكم، بس إن شاء الله دي الحلقة القادمة أو بعد القادمة هنحاول برضو نجيب تليفونات المسؤولين ونحاول نحل مشاكل الناس، يعني نتواصل معهم، يعني على غرار همسة عتاب في إذاعة البرنامج العام. جايز يا ربنا يسهل نكون يعني من الناس المحبوبين لربنا، يعني أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، تكشف عنه قربة، تقضي عنه دينا، تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي في حاجة أخي حتى أقضي له كما قال النبي، خير من الاعتكاف في مسجدي هذا شهرا. يعني تمشي في حاجة أخوك، النبي قال لك كده، خير أن تعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهر بحاله. ومعنا معصام برضه، اتفضلي معصام تليفون. أي معصام؟ أيوه اتفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا رافعة حضرتك قضية نفقة من شهر 7 اللي فات. أيوة مصاب. لحد دلوقتي ما اتحكمش فيها. يا ترى إيه يعني إيه النظام؟ 7/2019؟ 7/2020. 7/2020. عفوا 7/2020 تمام. أيوة. هي بتتأخر كده عادة يعني؟ لا هو الوقت ده كتير يا مصاب. يعني هو انت رافعه دعوه نفقه ايه؟ مش نفقه مسكن وماكل ومشرب دفقه للاولاد. ايوه طيب، بانواعها يعني ولا كل حاجه عملها لوحدها؟ لا كلها على بعضها نفقه برضه. انا ما اعرفش الظروف ايه اللي تمت فيها، بس يمكن الفتره دي كانت فتره الانتخابات او فتره الكلام، بس كانت الانتخابات كانت في الاخر يعني، فبرضه ده وقت يعني كتير. لكن برضه يمكن الزميل الاستاذ محامي عنده مبرر للقصه ان هي اتاخرت بالشكل ده، فبرضه راجعيه. زي ما سأل بيقول لي لسه. طيب ولاني برضه في حاجه كمان، ايه لو هي تتاخر لاي اجراء انا ما اعرفوش، في حاجه ممكن يطلب من سياده القاضي، يطلب منه حاجه يديك نفقه مؤقته، يعني يامر كده في وقاعد بنفقه مؤقته مثلا 300 جنيه وبعد كده نتحاسب. فقول الاستاذ زميل يعمل الكلام ده. طيب حاضر. طب كنت عايزه معلش اسال حضرتك سؤال تاني. اتفضلي. دلوقتي ابني عليه قضيه وجاله 3 سنين، هل تسقط بمضي المده؟ قضيه ايه؟ قضيه ايه؟ جنحه ولا جنايه؟ قضيه وصل على بياض. وصل امان على بياض. وخد حكم كام؟ 3 سنين؟ خد حكم قد ايه؟ 3 سنين. والحكم صدر من امتى؟ الحكم صدر بيقول تقريبا السنه اللي فاتت، بس ما اعرفش امتى بالظبط. ده اللي هو اللي رفع عليه القضيه بيقول لي كده. لا هو يعني هو مش موضوع اللي هو لو هو حق يجب يقضيه، لكن لو مش حق خلي بالك ان الجنحه ديت بتسقط او الحكم ده بيسقط بعد 3 سنوات. 3 سنوات يعني بعد 3 سنين بيسقط الحكم. 3 سنوات من الحكم الغيابي، شرطه يكون حكم غيابي وما تخش اجراء للتنفيذ. 3 سنين. شكرا. العفو تحت امرك. فده اخوانا الامر الواجب اللي قلت انبهكم له، يعني ابنك هيدخل او يخرج يصطاد عصافير ببندقيه ضغط هواء او الكلام ده كله، المسدسات حتى عارف لو الشومه دخلت في نطاق السلاح الابيض شيء مؤذي. لو جبت حاجه ودببتها وعملتها يعني كرأس رمح حتى لو فشوم تقتل او تعور، دخلت في نطاق الاسلحه. معانا امل؟
اتفضلي يا استاذ امل. ايوه السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا استاذ امل اتفضلي. ازاي حضرتك يا فضيله الدكتور؟ الله يخليك. ازيك يا بنت ساعه امرك اتفضلي. الله يكرمك الله يكرمك. طبعا يعني معروف عن حضرتك السعي للصلح ولمد يد العون والمساعده، فاحنا يعني انا بتكلم باسم عائلتي. نعم. انا من عائله النيديه واسمي امل ابو زيد من اسيوط ساحل سليم الخوالد. وانا يعني من خلال حضرتك ومن خلال البرنامج انا يعني نفسي صوت الصعيد كله يوصل من خلال حضرتك ومن خلال البرنامج. خير اتفضلي يا امل اتفضلي. ايه ربنا بنت؟ يكرمك. ربنا يكرمك. يعني كان في من سنتين مشاجره بين عائلتي وعائله اخرى. واثناء المشاجره حصل ان في واحد من عائله ثالثه يعني سقط قتيل. ويعني اتاخد ابن عمي ان هو دوت اللي قتل وهو دوت اللي المهم يعني لن اطيل على حضرتك ان هو اتحبس. ويعني اثناء الحبس بتاعه اتدخل المجلس العرفي بالمركز وبالضغط علينا لدفع الدية، واحنا حقنا للدماء وعلشان اصلا ما فيش عداوه بيننا وبين هو العيله. يعني حاجه بس هو يعني هو فعلا يا امل قتل او عمل او يعني ايه القصه حضرتك؟ كان في يعني تعدى عليه يعني ولا ايه اللي حصل؟ يعني الواقع كان شكلها ازاي؟ الواقع كانت مشاجره بين عيلتي وبين عيله تانية. تمام. العيله التانية دخلت بالسلاح عليهم وعلى عيلتي واحنا قاعدين في البيوت. نعم. تمام. فاثناء ضرب النار ما بين العيلتين واحد من عيله ثالثه خالص وقع. يعني من ايوه وقع وسقط قتيل. تمام تمام. يعني مش يعني مش من طرف يعني هو حد غريب لا من طرف العيله ولا طرف العيله دي. تمام. وبعدين تمام تمام. وبعدين في اخو القتيل اللي ما كانش متواجد اصلا شهد عليه اني انا شفت فلان اللي هو ابن عمي ان هو دوت اللي ايه اللي قتل. تمام. واتاخد على المركز وكده واتحبس. و يعني المجلس العرفي ابتدى يتدخل بالصلح بين العيلتين وان طالما في قتل خطأ او يعني المشاجرة يعني المجلس العرفي خلاص حكم ما بين الطرفين. وصل ايه المجلس العرفي قال ايه؟ المجلس العرفي وصل ان هتدفعوا دية 500,000 جنيه واتدفعت لاولاد القتيل، وبالفعل تم دفع 350,000 أو 300,000. يعني احنا بنحيي المجالس العرفيه فعلا اللي بتخلص المشاكل دي، دي شيء طيب جدا جدا وبرضه بيراضي النفوس وشيء طيب. ايه بقى اللي حصل؟ المشكله كده امل كده انتهت؟ ايه بقى في حاجه يعني ايه المشكله في الامر؟ المشكله المفروض يا فضيله الدكتور انها كانت تبقى خلصت كده. تمام. لازم المفروض انها تبقى كده خلصت وحقنا للدماء واحنا قبلنا ان احنا ندفع الديه حقنا لاي نوع من انواع الضغينه طبعا اللي اتقتل دوت مثلا مننا او من غيرنا، هو له ولاد واحنا قلنا احنا نمشي على شرع ربنا. طبعا. ودفعت الديه بعد دفع الديه بعد دفع الديه ايه اللي حصل؟ دفعت الديه بالفعل واتعمل عن طريق بيت العائله. تمام. صلح وموثق ان تم الصلح ما بين العيلتين على ان واقسموا على كتاب الله ان خلاص انتم مالكوش عندنا ثأر واحنا مالناش عندكم دم. خلاص يبقى الموضوع انتهى. طيب المفروض ان هو انتهى لكن بعدها بسنه واكتر ايوه يا امل. الو فصل اتصال. تحاولي امل تتصل يا بنتي يعني بعد سنه او اكتر ايه اللي حصل؟ حاولي تتكلمي تاني. ايه اللي حصل بعد مجلس العرفي خلص القصه دي؟ شوف الموضوع ده ماشي ازاي. يعني يا اخوانا قصه موضوع الطار يعني المقيت اللي موجود في عند اخواننا وحبايبنا في الصعيد، الامر ده يعني ولكم في القصاص حياه يقول الالباب. بس القصاص مش بايد سعادتك انت، قصاص بإيد ولي الأمر.
قبل ما نخش في الموضوع ده او نسمع يعني نكمل مكالمه الاستاذه امل، بفكر حضراتكم بقصه دعوه صحه التوقيع. حضرتك اشتريت شقه، اشتريت ارض، اشتريت عماره، اشتريت اي قصه، وعايز تدخل ميه، تدخل كهرباء، تدخل غاز، تليفون، بتاخد معانا الاستاذ مصطفى من اسكندريه. استاذ مصطفى اتفضل. ان شاء الله. سامع يا استاذ حضرتك سياده المستشار، اهلا بحضرتك. اتفضل. اهلا وسهلا. بستفسر من حضرتك، عندي والدي الله يرحمه توفاه الله. رحمه الله عليه. الله يرحمه ويسامحه. كان في عندنا ارض خاصه بيه هو مستلمها نهايه الخدمه بتاعته. وكان في بيت ورث من افراد العائله، وكانوا هم سبع افراد، منهم ثلاثه رجاله، وكان والدي الرابع الله يرحمه، وثلاثه حريم. تمام. فعندي عم الكبير ربنا يديه الصحه عمل هو في حته فشبك يعني. اي مصطفى، الصوت يا مصطفى مش سامعك. بقول لحضرتك عم الكبير عمل الورث للبنت زي الولد. ده قبل ما يموت؟ لا، هو لسه عايش عم لحد الان، والدي الله يرحمه ويسامحه بعد ما توفاه الله. احنا اتفاجئنا ان عمي هو اللي عامل ال على لاولاده. لاولاده ولا 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 انتوا من ضمن؟ لا، لعمامي انا وعمي وعمي الثاني وعمتي وعمتي، فهو خلى نصيب البنت زي الولد. دي حاجه. الحاجه الثانيه، عندي عمي انا قبل اخويا الكبير برضو الله يرحمه ويسامحه، كان توفاه الله برضو. نعم. قعد مع عمي، فاتضح ان عمي انا بيعه فدانين في الارض الخاصه بورث والدي الله يرحمه، اللي هو ايه، كان واخده نهايه خدمه من 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 شغله هو. فجالنا بورقه بيقول ان انا بعت الفدانين دول، واحنا كنا لسه اسر بعد وفاه والدي الله يرحمه على طول، كنا صغيرين يعني. فجاب الورقه دي طلعها. كنت في وسط مين يا مصطفى؟ كنت في وسط مين؟ كان والدي الله يرحمه توفاه الله. اي يا حبيبي، مين اللي كان واصل عليكم في الفتره دي؟ كانت والدتي عليها رحمه الله. رحمه الله عليها والدتنا واخواتنا. فهو جاب سياده المستشار عم الكبير وجم على البيت عند والدتي، وقال لها ده ابنك الله يرحمه وسامحه قبل ما توفى، كان شارع عربيه وكده. احتاج فلوس، واحنا بعنا له الفدانين دول لاخوه، والفدان خده على 20,000 ايامها في سنه 99. عشان يفك زنقته. فهي يعني خلاص هي اتحطت قدام امر واقع فسكتت. بس هو باع ارض والدك بـ للغير يعني. باع لعمي. باع ارض والدك، باع لعمك. طيب يعني ده بيع باطل. ده بيع باطل لانه بيبيع ما لا يملك. الله يفتح عليك. احنا سكتنا، قلنا ماشي عمنا ومننا وعلينا برضو، عشان الدم وعشان برضو ما ايه نحرموش نفسينا. تمام. طيب يبقى ايه المشكله؟ فقلنا خلاص. جينا بعد كده اتفاجئنا ان عمي اخويا برضه الله يرحمه وسامحه قبل ما يتوفى، ان عذر في مبلغ 1300 جنيه كمبياله للعربيه اللي هو كان شاريها ايامها اللي باع عشانها الفدانين. تمام. فراح لعمي يميل عليه في ال 1300 جنيه دول زي سلفه، او مثلا بمثابه ان انا بعت لك فدانين ارض وكده والكلام ده كله. فللاسف اتضح ان عمي كاتب ورقه بيقول ان احنا اتنزلنا مقابل ال 1300 جنيه دول عن ميراث والدي الله يرحمه مع اخواته في بيت العيله. لا ده عمك ده والله يديه الصحه. شكرا يا مصطفى. يا عم مصطفى انت بتعمل ايه يا عم الحاج؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ يعني انت في حياه عينك، لما بنقول باللغه الدارجه في الشق الاول من سؤال الاستاذ مصطفى، انت لك قبل وفاتك وزع مرزك كيفما شئت، وزع مالك، لان ما اقدرش اطلق على مالك او يطلق على مال الشخص قبل وفاته ان ده مراس. ما اقدرش. ماله وله الحريه ان يتصرف فيه. وزع، حط، عمل، بس بيبقى دخل في نطاق الظلم. اذكركم بحديث النبي، ان راجل يعني راح النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، قال له انا عايزك اشيرك يا رسول الله على العقد اللي اديت لابني يعني قطعه ارض وحاجه زي كده. فالنبي قال له اخوات؟ قال له قال له اعطتهم زيهم؟ قال له لا. قال له اذهب مكان لرسول الله ان يشهد على جور، يعني ده ظلم. لكن يقدر يعمل، بس تحت عنوان ان هو ظلم. ف ميراثك يا عم الحاج او مالك وزعه قبل موتك زي ما انت عايز، لكن تيجي على مراس اخوك واطفال ايتام في اللحظه دي ووزعته، انت كده بقى بتعدل في كتاب الله. يعني مالك كنت تعمل فيه اللي انت عايزه، هتوزع على اولاد اخوك؟ لا، بالانصبه الشرعيه اللي ربنا سبحانه وتعالى حددها. غيرت، يبقى انت غيرت في نص قراني
وتحمل بقى وزر هذا الأمر. فوق هذا الأمر إن أولاد أخوك كان في المرحلة دي أيتام، قال لك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، خطر. وبعد نسمع أم محمد من المنيا ونكمل الشق الثاني مصطفى. أيوة محمد سامع، تفضلي أم محمد. ألو. أيوة محمد تفضلي. لو سمحت يا دكتور أنا كان عندي مشكلة، بس كنت عايز رقم حضرتك يعني عشان على الشاشة. يا محمد على الشاشة، خدي من كنترول الكل تحت أمرك. فيا ال 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 وزعت خلاص. والله أنت ارتكبت كبيرتين، الأولى عدلت في كتاب الله في المواريث، الثانية ظلمت أيتام وكلت مالهم في المرحلة دي. الأدهى بقى أنه يجي في البيت عشان 1300 جنيه يبيع من نصيب أخوه الميت لحد، عشان حد كان مزنوق وقال لك ده باع كده. يا مصطفى عمك باع ما لا يملك. أنا آسف التعبير اللي أقول لك الكلام ده، ويعني ما يعني عشان صلة الرحم هو كده زور. فيبدي يشوف قاعدة عرفية ويرجع لحل مكانه. وبعدين في غبن كبير جدا. حاضر حاضر، في غبن ان 1300 جنيه بيت ليه؟ فتقدر تعمل كده قانونا، بس لصلة الدم حاول تخلصها عرفي وربنا يسامحه. ومعانا الاستاذ عادل من الغربية، اتفضل يا استاذ عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل يا حبيبي، اتفضل. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. لو سمحت يا فندم انا كنت عايز اشارك في الحلقة، في موضوع الحلقة ذات نفسه يعني. نعم. انا بصراحة في الموضوع بتاع الحلقة ذات نفسه اللي هو قانون الاسلحة والذخائر بين الشريعة والقانون. ماله؟ انا كنت يا فندم عايز اتكلم، يعني انا معجب بصراحه بعنوان الحلقه جدا، وهو حاجه تمس المجتمع يعني. الله يخليك. وتمس حاجه المجتمع. قول يعني يا عادل بص. نعم. الصدر رحب ولا غضاضه، احنا بنحاول لا. نخدم الناس ونحاول يعني كلنا نكون فرقه واحده يعني. الواقع الكلام يعني انا اللي بختار المواضيع مع الاخوه المعدين وبنتكلم فيها وبنحاول نقرب للناس ببساطه يعني، بعيد عن الكلام القانوني الناشف شويه. لا فأقول يا حبيبي إيه الملاحظة أو عايز تقول إيه؟ لا ده بدون ملاحظة عن العنوان، لكن أنا بتكلم مع حضرتك من وجهة تانية بالنسبة للقانون، من الزاوية الأخرى، اللي هو إيه اللي بيخلي الناس يعني تلجأ لموضوع حوزة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص أو بدون قانون؟ تمام. هو إنه ربما يكون القانون إما ربما صارم في موضوع حمل الأسلحة والذخائر. نعم. أو ربما يكون الإنسان موافق للقانون، لكن في الآخر الـ الأجهزة ما بتوافقش حتى لو الإنسان مستوفي الشروط إن هو يحمل السلاح والذخيرة، وعليه هو بيلجأ لإن هو يحمل سلاح وذخيرة غير مرخصة بحاجة ربما تكون ماسة بالنسبة له، او ربما ما تكونش مهمه بالنسبه للاجهزه يعني الامنيه. تمام. فانا بتكلم من الوجهه دي، هل ده شيء منضبط ان مثلا يبقى القانون بيتكلم عن 1، 2، و3 لو انا استوفيت الشروط دي ساعتها ممكن ان انا يعني احوز سلاح وذخيره، وبعد ما استوفيهم الجهه الامنيه ما توافقليش؟ هل ده امر معقول وعليه ان انا بحوز سلاح وذخيره بدون ترخيص بعد كده؟ لا بس ده يا مصطفى مش مدعاه يعني، ان جهات الاداره او اخواننا في شروط ترخيص عملوا الكلام ده. طب كده بقى، طب انا احوز بدون ترخيص؟ لا ده يعني برضو يعني ايوه الله يفتح عليك، ما ينفعش يعني. ده مش مدعاه ولا مبرر ان انا اعمل كده. انا بتكلم ان المجتمع غالبا بيلجا للنقطه دي، بيلجا ان هو يحوز بدون ترخيص. اكمل لك يا مصطفى. انا حاضر. أولا يا مصطفى ليس مبرر أبدا، إحنا في دولة نظام ودولة مؤسسات ودولة يعني ناس تسيء الاستخدام بل بتسيء استعمال الحق، فيبقى شايل سلاح بدون فايدة أو بدون غرض للحماية أو الكلام ده كله. لا، القانون فعلا كان يعني عادل في القصة دي، يعني اللي يشيل السلاح واحد يكون قده وعنده اللي يخاف عليه من مال، عقارات، أطيان، مزارع، بيرخص له. طب نفترض جهة الإدارة تعسفت، بيقدر يطعن في هذا القرار أمام مجلس الدولة، بيروح بقى للقاضي، وقضاءنا الحمد لله قضاء عادل. أنا يا فندم توفرت فيها الشروط، لأن خلي بالكم يا أخوانا بعد ما توفر فيه الشروط اللي هتكلم حضراتكم فيها بيعمل عنده حاجة اسمها تحريات أمنية. جايز يكون راجل مستوفي لكن قد يكون منتمي لجماعة، قد يكون قتل قبل كده أو ارتكب جرم،
او هو راجل انفعالي وعصبي او كان في مستشفى الامراض العقليه وخرج. لا ده ما ينفعش يمسك سلاح، ما ينفعش. اتفضل يا مصطفى اتفضل. ايوه مع حضرتك فندم، معلش في عجاله بقى بسيطه. العم دوت البيت بتاع العائله فندم اللي هو كان ورث بتاع والدي وعمامي، اتضح ان هو جايب لنا ورقه ممضي والدتي برضه، واحنا كنا لسه اسر من حوالي 20 سنه ان هو اشترى مناب والده الله يرحمه من البيت بتاع العائله ده، وهو يعتبر 20 متر يعتبر في البيت ورثه بال 1300 جنيه اللي اداهم لاخوه الله يرحمه وسامحه. نعم. فجينا قعدنا عند عم الكبير حكم علينا ان احنا ندفع له 25,000 ونرجعه الحته لينا تاني، قلنا امين. راح للبيت عنده لجماعته قالوا له لا ما ينفعش، فراح جاي جاب ناس تانيين وقعدنا قعده، والناس الكبيره حكمت علينا ب 50,000 ان احنا نرجعهم له مقابل ال 1300 اللي خدهم دول من 20 سنه عشان ناخده نصيب والده الله يرحمه في البيت بتاع الاسره. فهل ده حرام او حلال؟ نرضى بحكم الناس ونرضى بكده. هو نفس الكلام يا مصطفى، نفس الكلام لعمك الله يجازيه. هذا الامر يعني هو جه مضى والدتك وانت قصر، الكلام ده باطل يا ابني، الكلام ده باطل. لان يعني الوضع او لو كان فيه مجلس حاسب او الكلام ده كله لا يجوز هذا الامر وباطل. مضاها غشا او مضاها وهي مش واخده بالها او اتقل عليها، ما كانتش بتعرف تقرا ولا تكتب. لا ده مدعاه، ده مدعاه انه غشاها ويعني الناس لعب عليها وخلاها تمضي. يعني هو العقد باطل من ناحيتين، ناحيه ان هي باعت اموال قاصر بدون استئذان مجلس حسبي، وطبعا ما اكرتوش البيع بعد بلوكو. الحاجه الثانيه ان ست لا تقرا ولا تكتب من امهاتنا الطيبات، خلاها استغفلها او بس ده حاجه لصالح الاولاد والكلام ده كله. فهو هيسأل عن ذلك أمام الله، تزوير وتعديل في ميراث وبيوزع بمزاجه وبيكتب عقود وبيبيع ملك الغير اللي هو بتاع أيتام في حينه، كل ده هتسأل عنه. وخطورة الأمر التعامل في مال أيتام وتعديلك في شرع ربنا. فده يا ابني زي ما قلت لك النهارده تقدر ترفع قضية ببطلانك، ولا تدفع 25 ولا 20، تدفعش. خد العقد اللي هو مضى والدتك عليه واطعن على هذا العقد، يترفع دعوى اسمها بطلان عقد، لانه بيع هذا الجزء من الميراث في فتره ما كنا قصر وكبرنا ولا نجيزه. ده وجه للبطلان. الوجه الاخر في البطلان ان هو غش الست، استغفلها واستغل اميتها ومضاها على امر يعني قد يكون فاهما ده في صالحكم. فهو العقد باطل من الوجهتين دول. يعني احنا طيب يا احمد معانا حبيب الكل صديق البرنامج، اقول كده يا استاذ احمد؟ حاضر. مين يا فندم؟ اكيد انا عارف. اتفضل يا احمد. اهلا اهلا، ازيك يا استاذ احمد؟ اتفضل يا حبيبي. يا سيدي في الاعداد بيقول يا حبيب الكل صديق الكل، انت الناس هنا بقى. الله يكرمك. تسلم والله وانت كذلك يا ابني. اتفضل يا حبيبي. الله يكرمك. الحمد لله على السلامه اول يا باشا. الله يسلمك. الله يكبر خاطرك. جزاك الله عافاك. الله يخليك. ماشي يا احمد اتفضل. احنا عندنا، انا عندي سؤال، وفي سؤال ورد للحلقه بقاله فتره، فيعني برجاء بس ما حدش يفتح الخط بعد اذنك يعني. لا 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 لا، مفيش قطع ولا حاجه، مفيش عندنا الكلام ده. السؤال الاول علشان بس ما نطولش يعني، يعني الناس قاعدين بيقول ما مدى حجيه الاحكام العرفيه على الاحكام الجنايات واحكام الادعاء المدني؟ ايه يا احمد؟ ايه تاني معلش؟ ايه تاني؟ مدى ايه؟ مدى حجيه الاحكام العرفيه على اللي هو الجنائي والمدني، يعني الشك الجنائي والمدني. ده سؤال جميل. تمام. طيب السؤال الثاني بقى ورد عبر رسائل الصفحه، بيقول ان زوجه اخوه اخذت كل شيء وذهبت لبيت اهلها بعد ان علمت انه تزوج باخرى، تمام؟ ورفعت قائمه منقولات ونفقه زوجيه ونفقه صغار. الحكم بيقول ان هو اخر يناير، فالسائل بيقول كيف يثبت انها اخذت كل شيء او اخذت مستحقاتها من قائمه المنقولات، واذا اخذ حكم بالسجن هل هي اثمه ام لا؟ حنيا حاضر يا ابني. تمام. تمام. ايه يا حبيبي تاني؟ ايه تاني؟ شكرا جزيلا يا باشا. المهم بقى هم بيعاتبوك، خلي بالك. بقول لك الاستاذ احمد احنا قاعدين نقول صديق حبيبي الكل، وبيقول لك ما حدش يقطع علي او جبته لنفسك. لا يعني. ما اقصدش والله الشبكه بتفصل. لا يا عم، لا ده احنا بقول طيب يا حبيبي ربنا. انت شكرا جزيلا يا باشا. الله يكرمك. بقول لك خلاص يبقى الشبكه الغلطانه. لا ماشي يا استاذ احمد. انت استاذ احمد ده من الشباب الطيبين يعني، والله اللي يعني بنتوسم فيهم خير، ويا ريت يبقى في امثاله يعني. إيه إيه شوف يا احمد، مدى حجيه الاحكام العرفيه على الجنائي والمدني. طبعا الجرم المدني او حد ضرب حد او اتخانق او الكلام ده كله ما بيروح يتصالح خلاص، ده بنقول الحجيه. لكن مضمون العقد امام القضاء الجنائي ملوش دعوه بيه،
مضمون القاضي الجنائي عايز ايه؟ عايز يخش يقول احنا اتصالحنا في جنح الضرب، جنح مش عارف ايه الكلام ده كله. في جرائم بقى ممكن التصالح ما يقطيش اثره زي القتل، او بس القاضي بيبقى يعني بينظر الامر برضه من الشق الديني والشق الشرعي، ان حصل اخذ دية، حصل دفع فلوس، بس مش ملزم للقاضي الجنائي الا يعني في الحدود دي. وقبل ما اجاوبك على الشق الثاني، استاذ علي اتفضل معانا. اتصال استاذ علي. حضرتك في مشكله في محفوظ بنتي. الخط بيقطع استاذ علي. الخط بيقطع استاذ علي. اتقطع. بقول لحضرتك انا في مشكله مع جوز بنتي. خير يا ابني؟ ايه؟ ال القاضي حكم عليه، جه يتهجم عليا هنا في البيت ببلطه في الباب بتاع الجراج. القاضي اداله اسبوع اسبوع سجن. كويس. هو هو استنى يا علي استنى، هو الجريمه كانت ايه؟ هجوم ببلطه. جه يتهجم عليا في البيت. ايوه. ومعاه بلطه، معاه في شنطه، وقعد يقطع في باب جراج بتاعي. والكلام ده ثبت؟ الكلام ده ثبت ان هو داخل يتهجم ببلطه؟ ايوه ايوه ثبت، وعملت له محضر وخد اسبوع. والقاضي ادالي اسبوع سجن. القيد الوصفي كان ايه؟ يا بلاش القيد، كان اسم الجن، اسم الجنحه ايه؟ يعني قال لك ضرب ولا تهجم ولا ترويع اتلاف. ولا اتلاف. اتلاف. الشديد قال اتلاف. اتلاف. طيب. فهو بقى انا خايف في الـ في الـ في الـ الاستئناف يطلعوا براءه. لو طلعوا براءه اعمل ايه؟ لان انا ليا الحق ومصوره صوته وصوره ومعايا كل مستنداتي كامله ان هو مدان. طيب حاضر حاضر اجاوبك يا حبيبي عن اي. حاضر. لا يعني يعني يا احمد يعني يعني معاك في الحته دي عينيا وزعل لها اجاوبك. حاضر. يعني هي مش شطاره، كان فعلا في القيد الوصفي كان يجب يثبت الواقعة دي، ده شروع في قتل. طيب الشق الثاني خلاص يا استاذ احمد، يبقى مدى الحجيه الاحكام العرفيه بقى اللي بيكتبوها في القضاء المدني خلاص بيبقى عقد. خلاص القضاء المدني لو في جلسه عرفيه عملوا عقد ما بين الاطراف المتنازعه وحكموا ومضوا ووقعوا، خلاص بيبقى قدام القاضي الجنائي المدني ده اتفقتوا، فممكن يبقى الدعوه تنتهي برضو صلحا امام القاضي الجنائي ما لم ينازع احدهم في الكلام ده كله. فلذلك بنقول يا اخواننا في الاحكام العرفيه او الجلسات العرفيه دايما حطوا شرط جزائي، لان قد يجي برضو يقول لك ايه مش مش مش, مش مكمل، فيقول كده خلاص لو انت خلفت او عملت او ما نفذتش او حط شرط جزائي. شرط جزائي خلاص احنا قدرناه وبغير رجوع الى تقدير قضاء والكلام ده كله بيبقى ملزم. لكن امام القاضي المدني يعني ممكن ينهي الدعوه صلحا بموجب هذا العقد الاتفاق. الزوجه جوزها اتجوز عليها فسابت البيت ولمت كل حاجتها ومشت، طبعا بتغز في الراجل واشتكته بالقايمه. الراجل بيسال عن القانون والشرع. طبعا الشرع قبل القانون. انت يعني ايه ده؟ اتفضل. حاضر. يعني طب هناخد ام يوسف. اتفضلي ام يوسف ونكمل. اتفضلي ام يوسف اتصال. الو. ايوه ام يوسف اتفضلي. السلام عليكم. سامعك. عليكم السلام. بقول لحضرتك عايز اسال حضرتك سؤال، هو ينفع قضيتين يعني عند المحامي يتعاملوا مع بعض؟ قضيتين يعني ايه؟ يعني هو يعني مثلا صحه توقيع وخلع. صحه توقيع بس يعني ايه؟ يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني زميل المحامي عنده قضيتين لمين؟ يعني صحه توقيع لمين ورافعه على مين؟ وانت يعني مين اللي موكله يعني؟ يعني انا الشقه قسمتها بالنص، انا وجوزي، جوزي سجلني نصها. طيب. وحاصل خلاف بيني وبينه كده، ففي يعني خلع وكده. وبعدين بقى المحامي الزميل اللي ماسك القضيتين، فروحت المحامي قال لي انا بعمل الاول الخلع وبعد كده هنعمل صحه التوقيع. طيب ازاي ده ينفع؟ هينفع. هينفع طبعا. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ هينفع اي ساعه التوقيع على العقد اللي زوجك عامله في نص الشقه هياخد عليه ساعه التوقيع ويرفع لك الخلع، وممكن الاثنين في يوم واحد يعني يرفعهم في يوم واحد. مفيش مشكله يا بنتي خالص، مفيش مشكله. متشكره يا ام يوسف. ويا ام يوسف برضه شوف المشكله ايه مع جوزك، وحاولي لو في اولاد او الكلام ده كله ستسالك، يعني حاولي يا بنتي يعني ترجعوا الاسره دي. حرام بعد الميثاق الغليظ ده والراجل كتب لك نص الشقه، يعني شوف القصه
يعني الشيطان دخل وفرق البيوت. اللي نرجع بقى للزوجة وخلاص كدها النهارده في الراجل خدت لم ما تعفشها كله وخدته وراحت تشتكي بالقايمة اللي هي خيانة أمانة وعشان يتحبس أو زمانه خد حكم أو كامل كله. طبعا هو الشرع ده الشرع. نعم أستاذ حسين اتفضل اتصال. أستاذ حسين ألو. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ حسين اتفضل. فضلك الله. الله يخليك. هو بيقول الحاجات اللي هي القانون اللي هي الآلات حادة. أنا راجل عندي جمال والجمال دي طبعا فيها جمال تعض وفيها جمال ممكن تعور أي إنسان. طبعا طبعا طبعا. فإحنا بنستخدم لها الشوم. طبعا الشوم ده عصاية يعني عصاية هي أقوى عصاية للجمال لأنها عشان ما تتكسرش. معاك ما عشان ما حجم الجمل والكلام ده عايز الشومه دي طبعا والقوه طبعا عايز القوه بس من غير اذيه برضو يا حسين. اتفضل. فهي طبعا ملتزمه معانا دايما في السياره يعني والسياره بنروح فيها اي مكان. فاحنا ما نقدرش ننزلها من السياره لان احنا بنروح اي مكان ونرجع للجمال تاني. فطيب ممكن الشرطه تفتش في اي مكان تلاقي العصايه دي. انت حاطط العصايه في العربيه وبتبقى ماشي بيها ولا بتبقى ماشي مثلا واخد الجمال رايح سوق او الكلام ده كله؟ لا ما هي العربيه دي ملزومه انها بالجمال. فانا ما اقدرش اسيب العصايه من العربيه لان ممكن اروح المدينه اجيب حاجات للناس اللي في الجمال او لينا او يعني هو خايف ان يكون العصايه وهو رايح يجيب لي الجمال تبقى يعني انت خايف انه رايح تجيب مصلحه واخدها في العربيه معاك يبقى في مشكله صح؟ لو سبتها هتتاخد. ما انا لو سبتها في اي مكان تتاخد. لا يا حسين لا انا معاك. انت لو هجاوبك يا حبيبي خلاص برضو عشان يعني متشكر يا حسين نخرج من هذا الاطار اللي هو اطار التجريم او حد هيقابلك يعني قد يراعي ظروف او ما يراعيش. لكن اخوانا الدنيا مش جايه للدرجه دي يعني زي الجزار اللي واقف يعني معاه سواتير ومعاه مش عارف ايه بس في اطار السلخانه او في اطار مكان اللي بيذبح فيه خلاص بس ما يخرجش وراح يتمشى. لا ده خلاص خرج من اطار المشروعيه كده خلاص. انت معاك مشروع في مكانك عم حسين الجمال بتحرسها واقفه الكلام ده كله معاك شومتك ومعاك حالك بس هتاخدها تروح بيها سوق وانت ماشي وراهم مفيش مشكله. مع الاستاذ رمضان اتصال. اتفضل يا استاذ رمضان. اتفضل يا حبيبي اتفضل. اتفضلك الله. لو عندي مشكله لو سمحت عايز احكي بيها. اتفضل. اتفضلك الله. انا كنت يا رب ان شاء الله يكون قادرين. اتفضل يا حبيبي. ايه 2018 كان عندي عيل وجع على دراعه اتقطم. لا حول ولا قوه الا بالله. الحمد لله. فاتجهت الى الطبيب فعمل العمليه غلط. فالعمليه تركبت ليها مسامير وشرايح وهو عظمه خفيف. فعملت عنده صديد فالصديد كل العظام. لا حول ولا قوه الا بالله. والله اقسم بالله حقيقي مصدقك يا حبيبي صدق اسم الله. اتفضل. وعندي كل حاجه موجوده الاشعاعات وكل الدخلات تمام. المهم ربنا اراد سبحانه وتعالى فكينا المسامير. اثناء ما فك سحب المسمار فصل العظام فصل العظم تاني. لا حول ولا قوه. اتجهت الى مستشفى الانسانيه في اسيوط عند المحطه. فالطبيب قال لي ارجع للطبيب اللي عمل لك العمليه تاني. ليه ارجع للطبيب اللي عمل لك العمليه تاني؟ ارجع له تاني. انا ما اقدرش العب فيه عشان شاف الاشاعه اهو. المهم رجعت لهم تاني راح عملوا لي عمليه صديد تنظيف. يعني هاي كمل بقى خطاه. اتفضل. فلما عمل عملية صديد تنظيف الصديد رجع تاني. قال العظام تاني. لا حول ولا قوة الا بالله. فردة قصرت وفردة ايه لحمي ماشي. معاك. الفردة اللي قصرت ديت قالوا لي احنا يا ناخد له من حوض المية يا ناخد له من رجله. ايوه سيدي. قلت له انا اتكل على الله. انا قلت يا يحيي العظام ورميه. ماشي انا موافق. ايوه. الامر لله سبحانه وتعالى. فاتجهت الى المستشفى الجامعة في اسيوط اللي هي القصر. فعملوا لي في عيادة سبتك. بعد عذاب يعني بعد عذاب 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 وسهر الله يكون في عونك يا سيدي والله. وجيت اقوم وجيت اقوم الليل اللي الواد يجي يصحيني يقول لي تعالى دراعي شوف دراعي. كان موقف يعني كان لا حول ولا قوة الا بالله. طيب فقير. طيب يا حسين قول لي حبيبي المطلوب ايه؟ يا استاذ حسين ما
معلش الاتصال قطع، لو تقدر توصل سنة عشان انا فهمت انت عايز تقول ايه وهقول لك يعني. يبقى النهارده برضو الست اللي خدت عفش جوزها والكلام ده كله، ومن الناحيه الشرعيه طبعا سمه وتطلب ما ليس لها حق فيه، تاخد امور سحت وتحبس الراجل، يبقى بتضره، يبقى بتاذيه من باب الاذى، هتشيل وزر كل ده امام الله سبحانه وتعالى. فيما يخص الشق القانوني للاخ اللي هو يحمد على الجروب معنا في المجموعه ده، ان اورد له النهارده يقدر يجيب بشهاده الشهود ويجيب يثبت بكافه طرق الاثبات ان هي في اليوم ده خرجت وخدت حاجتها، لان هي سلبت للراجل الجزء اللي هيقدر يروح يعرضه لها. هتقول له عفشي، بنعرض العفش امام مامور الاسم او مامور المركز او الكلام ده كله عشان يطلع من الموضوع ده، بيرد لها الكلام ده. هي بقى الهانم طبعا خدت الحاجه وتوكلت على الله عشان يتحبس. يعني جزاء بعيدا والله يا اخوانا عن موضوع الزوجه الثانيه والمشاكل والكلام ده كله، الراجل اتزوج ثاني او ثالث الكلام ده في عند الله سبحانه وتعالى خلاص، ففي مشكله وقعت وانت كنت مراته، يعني ندخل بالمعروف يعني نمشي بالمعروف، يعني مش مستحمله ان هو اتجوز خلاص توكل على الله وشوف خلاص قعدت، يبقى تحترم العيشه. الزوجه الثانيه تكون برضو ست محترمه، يعني يجب تكون رؤوفه بالراجل انه برضو دخلك على اولاده، فتبقى رؤوفة عشان ما يحصلش مشاكل. خلاص دي الاولى خلاص هو دخل، ما تجيش انت بقى تنغص عليه اكتر من كده. لكن الزوجه الاولى خلاص ده امر واقع خلاص، لكن هي ماشيه بقى خلاص لا ده لازم شرعا ده تقسيمها من الله بالقانون. روحي يا ستي اعملي ال اثبات الحاله ده. معانا استاذ مصطفى اتفضل. الو ايوه استاذ مصطفى اتفضل. يا دكتور. نعم يا مستشار. ايوه معاك اتفضل يا مصطفى اتفضل. سامعك يا باشا. سامعك اتفضل. كل سنه وانت طيب اولا. وانت بصحه وخير وربنا يديك الصحه كده لنا يا رب. اتفضل يا مصطفى اتفضل. اتفضل يا حبيبي اسمعك بس في يعني دكتور بس لو سمحت يا استاذ المستشار، اي قانون وزاري بيطلع من الوزاره يبقى داخل حاله تجهيز لو عدى عليه 60 يوم؟ لا ما تقولش قانون بقى، قصدك تقول قرار. قرار يا باشا. ايوه فن القرار يعني من الوزاره، قرار وزاري مطلع مع يا ريس بعد 60 يوم يبقى داخل حاله التنفيذ. بص يا مصطفى، في عجاله، اي قرار بيصدر من جهه حكوميه القرار ده عمره 120 يوم. ايه ال 120 يوم؟ مقسومين 60 و60. ال 60 الاولين لو القرار مش في صالحك اسمعني لازم تتظلم منه خلال 60 يوم، وعندك 60 يوم تانيين تقدر ترفع القضيه. ده سؤالك ولا عايز تقول ايه؟ بس يا فندم ده سؤال بس. تحت امرك يا مصطفى، تحت امرك. ده خلاص يا اخوانا، يبقى الزوجه دي تقسم وامام القانون تقدر. كان معانا عم حسين بقى جاوبناه على الاله الحاده والشوم. يا عم حسين لو انت في اطار شغلك مفيش زي الجزار اللي شايل الكلام ده كله. الراجل ابو جوز بنتي دخل عليه وخد اسبوع واتلاف. انت كان يجب، انا اسف، كان يجب في المحضر بكافه طرق الاثبات تثبت انه كان داخل ببلطه وبيضرب جنيه شروع في اكل، فان ياخد اتلاف انه كسر شوف الحاجات ده موضوع ما يعني كان يجب يخدم قبل الكلام ده كله. كان معانا امل الصلح العائلي والكلام ده اتكلمنا فيه. ف ده يا اخوانا اللي كنت عايز اكلم حضراتكم فيه النهارده، وان قصه الدعوه صحه التوقيع ما اتلغتش ولا حاجه، بس ما فيش الاتصالات قطعت. كنت اكلم الكلام ده دعوه صحه التوقيع ما اتلغتش، بس مش هتقدر تاخد العقد تعمل بيه كهرباء ولا ميه. 1/3/2021 طبق قانون التسجيل، لازم تروح تسجل مكانك لو ملك يتسجل عشان تقدر تعمل. الوقت يا اخوانا فات، ونعتذر لاي حد والله يعيش ما عرفش يوصل. كان نفسي والله يا احمد، وكان نفسي اعرض على الساده المشاهدين قصه القضاء العرفي اللي بيتم في الصعيد، ان شاء الله نتناولها. وايه المشكله لو بتاع القضاء العرفي اخل وراح خد بالطار، اخل وخد بالطار، خلي بالك ده هيبقى قتل عمد مع سبق الاسراء والترصد، لان خلاص عارف في ترصد له، يعني قعد في مجلس عرفي وراح قتل في ترصد وفي سبق اصرار ونكل في العقد يرجع بقى الديه اللي خدها. فده امر خطير جدا جدا يا اخواننا في الصعيد، اتقوا الله، اتقوا الله في هذا الامر. القصاص بيد ولي الامر مش بايدك انت، وبيكون قاتل. ده موضوع تاني.
يعني لكن القضاء العرفي هناك لا في كل حته. والله الحلقه الجايه باذن الله هنحاول يعني نقترح قانون يعني على قرار التحكيم في قضايا الدم بحيث تكون ملزمه. يعني ارى او اتصور ان يكون تشكيل من ساده القضاء ويبقى عشان فيه تستبغ بالصبغه القضائيه. اشكركم اعزائي المشاهدين على استماعكم ومشاهدتكم لهذه الحلقه. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعكم بسمعتم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ مصرنا من كل مكرون وسوء. من اراد بها خيرا رب فوفق، ومن اراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم وفق قادتنا في الخير البلاد والعباد. القاكم في الحلقه القادمه. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.